نعم يا كي بغنا رمضان واسمع باش ما يديكش الغلط 2016 ماشي بعيد الحال يلا راه في 1 سنين ما تنساش بقية جديدة هذا واحد السيد دارت هو والمرا نتاعو على مسبيت امو في عمرها 80 سنة قالت له غير تكون امك نكون انا شوف البلان اللي داروا والحيلة اللي نزلها عليه الشيطان قال ليها ما يكون غير خاطر ديالك كوني هاني حتى انا غادي ندبر عليها فين ما تبانش نهار مع الصباح قال ليها ما نوضي نمشي حوايجك راحنا غادي نمشي ونزورو سيدي في زوال شيبانية مسكينة ما عارفة لا في زوال لا والو قالت له واحد ركبهم جاو لسيدي في زوال كرا الدار بايتين مقصرين ناشطين واكلين شاربين الدنيا هانية بحال اللي ما كاين والو الصباح من لينا قال لي هما انت قعدي هنا وانا غادي نمشي البركان نقضي شي سوي الحرب ودي ركب مع دار المران ديالو على جنبه غير خرج من ثم دار فاس بين عينيه ما هي تستنى وصلت 12 وهو يجي ذاك اللي يكري المحالات قال لي هلا لا الا راكو باغيين تزيدو لو نخليكم البيت على حسابكم والا باغيين تخرجوا انا الناس الكرية راهم يستناو برا يا وليدي قالت له ولدي راه مشى هنايا البركان هو والمرا نتاعو يقضيو شي صوالح ويجيو راه ولدي ما يضيع لك حتى حاجة واخا تعشات العشية المغرب جا عندها قال ليها الشريفة ولدك ما بانش وزايدة في المحل ولا كي غادي ندير معاك انا بقيت حاصل فيك والمرأة تنوات قالت لها ولدي بعد راه قبل ما غادي نجي وراه دابز هو والمرأة نتاعو على مسبيتي ولكن جابني نزور ما عرفتش انا وقيلة قال ليها وياك ما هرب عليك قالت له وقيلة ربنا يعلم قال ليها وشوفي هادو بني زنسن بلاد الخير وبلاد الكرم وبلاد الشرف اللي يجروا على فرنسا غير بالمنجل واه انت روح مشي تبغات وقرا طلع الجبل تاع بني زنسن وقرا واسمو كاين تما واحد غاقع الحب على يا هانيه ما على بالوش جاب ليها العشاء وكلها شربها الصباح ناض جاب ليها الفطور ديالها على حقها وطريقها قال ليها الشريفه قالت له نعم قال ليها منين انتي قالت له انا غير هنا قريبه ما كايناش 50 كيلو ما فين ساكنين احنا فين قالت له غير هنا في فاس ما عمرها مسكينه ما هذا خينا بقى يضحك قال ليها رواحي رواحي وزعما تعقلي على الدار ديالك لو كان نوصلك لداركم الفاس قالت لها سيدي انا راني بنت فاس واش انا غادي نتلف ولا راها بنت المدينه زدت فيها وكبرت فيها وتربيت فيها قال ليها فين تسكني بعدا الاولى البلاصه واش فاس واش في الطواهره واش في بار سيدي بوجيده واش في الملاح واش في انا نعرف مزيان قالت له لا نسكنو بالدباب بالدباب وقال لي ايوا انا ما نعرفش البلاد وإلا تعقلي على الدار غادي نديك قالت له راني عاقلة على دارنا راها من نظرك بين عينيا شوف المؤمنين شوف شوف خرج مسكينة دار المرا على جنبه وفي الطريق روتوروت اللي حتى جابو في فاس وقال لي هذوك راحنا في فاس واش مشيها نمشيو فيها المرا انا ما فاهمش روح منا دور منا تمشى منا دور منا دور منا دور منا غالية الدايا خيط وخا 80 سنة العقل باقي بلاصتو دخلتو لواحد الزنقة فين كيسكن ولدها وهي تصيب الخزانة قاطعة الطريق ايوا قالت لها وليدي وقيلة لهيه قدام ديك الخزانة وقال لها واش حنا غادي دروك لوطو نكتسو الخزانة ولا راك تشوف فاس بنيان شوية مع الجبال وهذا قال لها ما عندك غادي دير ايوا قيل لها هاد المرا راها تالفة وراها مدوخاني هذا ما عندوش عرس ولا نشاط كي غادي دير قال لي هلا لا بولي لنا الدار قالت له وليدي غنى مشيت الخزانة السيد عنده العقل الغى على واحد خينا الشباب راك عارفهم فين عند الحيطان اولادي ارواحوا نسولكم جاو الجرب عنده انتقل واحد قال له وليدي باغي نسولك قال له قول عمي واش بغيت قال له هاد المرأة تعرفوها قال له الله يا سيدي هذه راها جارتنا كيفاش ما نعرفوهاش نعرفوها وليدي وفين راها الدار ديالها
قال له ها هي الدار ديالها قدامها الخزانة. خزانة؟ أولدي واش راهم دايرين شي طهارة ولا عرس ولا فيشطة؟ قال له لا سيدي. قال له هذيك الموت. قال له كيفاش؟ قال له الموت. الموت المرأة خرست. ايش الموت؟ قال له ولدي شكون هذا الميت؟ قال له يا سيدي هذا بعد راه ولدها ما نعرف مشاو الفزوان ولا ما نعرف فين مشاو، ايه وراهم مشاو في اللوطو، ايه وراهم داروا قصيده بقاو يلقطوا اللحم نتاعهم من البودرون. ولدها والمراه نتاعو. ايه والعزوز قالت انا كيتي قضيتها في ولدي، راك عارف امي ما الكبدة اللي حق. علاش؟ يعني ملي هودها لقات ولدها ميت والمراه نتاعو اللي يعني كانت تدرس معاه تقول لامك ما نقبلهاش. هي كيف كيف وانتم اللي قاعد هالعلم الله قاعد له الميمون. شوف شوف انا باش راني رابح والله من غير دعوه الوالدين. قولوا معايا بالربح، زيدوا بالربح. شوف ديروا معنا ايديكم كيما هكا.